تداعيات أمريكا الاقتصادية عاملة صدمة مش للأمريكان بس، لا للعالم كله. أمريكا الغنية القوية، مين يتخيل خبر زي ده يهز الرأي العام هناك؟ المليونير مالك الشركة العملاقة أمازون، أكبر سوق في العالم للتسوق أونلاين، بيطلب تبرع ب 25 مليون دولار تبرعات عشان يدفع الأجور عنده. يا راجل انت تطلب تبرعات؟ فين مكاسب السنين العظيمة كتيرة اللي فاتت؟ ده انت ارباحك قد اقتصاديات بعض الدول. وبعدين في تقارير طلعت بتثبت ان خسائر الشركات العملاقة اللي بيتم الاعلان عنها اليومين دول وبسببها تم تقليص العمالة وتسريح بعضهم وتخفيض مرتبات البعض الاخر ملوش اي سبب، لان ببساطة محاسبيا في قاعدة اسمها خصم مخصص بيوصل قيمته 4%، اسمه مخصص للكوارث، بيتشال سنويا من ميزانيات كل الشركات، ما بالكم بالكيانات الضخمة زي شركات الطيران وأمازون وغيرهم. ودول مخصص الكوارث فيهم المفروض انهم جاهزين تماما لظروف سودة زي دي وأشد سوادا كمان. هي دي قصة ولا القصة قصة الرأسمالية اللي عمرها ما رحمت بشر ولا قدرت قيمة لحياتهم؟ والدلائل كتير، منها مشهد الملياردير توم جيلسون اللي واقف على بلكونة بيته وبيشرب نوع سجاير فاخر في ولاية فلوريدا أثناء لقاء صحفي قال فيه إنه قلقان، وفكرة الاقتصاد والسوق والشغل اللي بيقف دول هيكون ضرره أكبر من ضرر موت شوية بشر. تخيلوا الخبر اهو. يا سيد توم، انت صاحب شركة بتبيع أنصمة بيع مرتبات للموظفين، طبعا حالك واقف وملايين مش بتزيد زي ما كنت قبل الأزمة، بس كل ملايين العالم وفلوسه الملونة المزركشة بأشكالها المختلفة ما تسويش ضافر حد غالي لو راح بسبب مرض أو لأي سبب. وريني كده فلوسك هتطبطب عليك ازاي لو اتوجعت في حد بتحبه؟